هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من برنامجكم خفيف ظريف. غادي تشوفوني بزاف هاد السيمانه هادي، بحكم ان في هاد الحلقه هادي غادي نشرحوا الكلاس ديال جيزي دروس اللي لاحوا البارح اللي سميتو المتنبي. كنت بغيت ندوزو حتى هو في الجزء الثاني اللي غادي نجمع فيه كاع الكلاشات ديال البيغ واللي جاوبوه. صعبه ليا ان الكلاش كتير فيه تقريبا شي 7 دقائق وغادي يشد ليا الوقت وغادي تخرج ليا الحلقه طويله. واما تا هاد الكلاش هذا خاصنا نديرو ليه فيديو سبيسيال اللي يكون بوحدو. داكشي علاش قررت اليوم غادي نشرح لكم الارت وورك وغادي نشرح لكم كاع الكلاشات اللي كاينين في هذا. نتمنى توصلوا هاد الفيديو هذا لواحد العدد من اللي جيم اللي كبير، تفاعلوا معاه، بارطاجيو الفيديو بحيث ان هاد كلاش عجبني انا بزاف اللي غادي نشرحه لكم اليوم. ولا بغيتي تعرف اش دار جيزي دروس البيك دخل عند لي الباتشي وغادي يجاوب. قبل ما نبداو الا كنتي باقي ما ابونيش بالضبط ابونا وفعل الكلوش وما تنساش تدخل لاشين، تندير بزاف ديال البرامج. الا كنتي مهتم بالراب غادي تلقى واحد البرنامج ديال مايك دور فيه واحد جوج حلقات، والحلقه الثالثه غادي تكون في الاخر ديال السيمانه. الا كنتي مهتم بشي حاجه اخرى بحال السبور، افلام والمسلسلات، فيديوهات تحفيزيه، دخل راه غادي تلقى كاع داكشي في لاشين. اما الا كنتي ديجا مابوني تحيه لك، ما تنساش جيم كومونتير بارطاجي الفيديو مع عشرك. هادشي اللي كاين خليونا نبداو مع اول حاجه هي الارت وورك. واللي عجبنا انا في الارت وورك هو انه داير معاه حليوه، طوطو، كومي، شوبي، سمول اكس وايلي. حليوه وطوطو هما اللي شادين البيك، شوبي هو اللي داير رجليه على ماستافلو، والسمول اكس قال بداك الكرسي اللي كان جالس عليه البيك زعما ديال العرش وكاتب فيه دانو. وايلي هي اللور، وكاين كومي هو اللي هز التشيرا. الحاجه اللي استنتجتها انايا من هذا هو انه دخلوا على دون بيك ستوديو ديالو خربوه كله، بحيث انها تتبان لك واحد دي بي اف ومكتوبه فوقها عزي عنده ستيلو. علاش دار هذا البلان هذا؟ بحيث ان اي كليكه ديال الجرافيتي تيدخلوا لشي بلاصه تيخليو السينياتور ديالهم. داكشي علاش كاتب عزي عنده ستيلو هي السينياتور ديال ديزي دروس. كاين واحد البلان اخر هو ديك الوشمه اللي واشمل البيك في جي زعما راه الحاس وشاد دخل بيك. بالنسبه للتيشيرت اللي لابس ديزي دروس فيه ديك الدي دي اللي تتعني ديزي دروس، وكاينه السلسله ديال الماسونيه اللي غادي يجاوب عليها في التراك، وكاينه ديك العصا اللي هاز فيها 2011 وفيها كازافونيا. عرفتوا نتوما الكليب ديال كازافونيا راه كان فرقعه في دوك الايام. هادشي اللي كاين في الارت وور، خليونا نشرحوا الكلاشات اللي كان في الدقيقه 0.20 غادي يقول على ان البيك غير حاس بحال العائله ديالو بحكم ان عمتو شحال من حاجه كاينين في المجال السياسي. في الدقيقة 0.45 غادي يلوح واحد شاشة هكا للراديو ومومو وقال لهم على ان هادشي هذا ما غاديش يدوز في الراديو بحكم ان هذا هو النيفو ديال البيك. هاد الكلاش غادي يسمعوا البيك وغادي يفهم كيفاش. ماشي ديال يوتيوب، ماشي ديال جوجل ادسنس، هادشي ماشي الراديو مومو خليكم بعاد. في الدقيقة 0.50 قال لي على انك موت وانت ناعس وانا جيت غادي نفيقك بهاد التراك هذا. في الدقيقة 1.07 قال لهم مورا البلان ديالك حلو بيض، خديت داكشي اللي بغيت وانا نزيد في حالي وما قلتش لك شكرا. ها شكرا ديالي. اما في الدقيقة 1.30 عجبتني هاد النوطة هادي بحكم ان ديزي دروس تريني قال لي انا كنت بغيت نتبيفا معاك اي بطراكسيون ساع البيبليك ديال الراب المغربي هو اللي خلاه يلوح هذا الكلاش هذا. كان لي ان بي فيك غاب تراكس صعب نادم بالعكس ديرو بوجه لا ناس. دقيقه 1.40 غادي يقول لي باجيو. شكون هو باجيو؟ هو واحد اللاعب اللي كان في اليوفي واللي عنده واحد التصويره بالتوني ديال اليوفي ومكتوبه فيها دانون، بحيث ان دانون هي اللي كانت سبونسور ديال اليوفي في ديك الوقت. في الدقيقة 1.50 قال لي على انك انت راه زعما متشي في مغاربة الموت، وهادي هاد النوطة هادي قالوها بزاف ديال الروابا. في الدقيقة 2.13 جبد ليه البلان ديال الموازين وقال لي على انك اي حاجة بغيتي ديرها ما تنساش معاك الهاشتاج ديال عاشا بحكم ان البيك عياش. موازين في الشاشة ملي تلوح تصاور ما تنساش هاشتاج عاشا. في الدقيقة 2.20 عجبتني هادي اللي غادي يهضر بالجمع وغادي يقول لي على ان زعما شوف هاد نوفيل جينيراسيون ديال دانون اش دارت لي.
في الدقيقه 2:38 غادي يجبد ليه النفالي اللي ما عرفتش انا شكون هو هذا النفالي، ولكن غالبا شي واحد تيكتب ليه، بحيث ان السطر اللي قبل من هذا قال ليه على ستيلو نشف ليه. في الدقيقة 4:08 قال ليه من وراء الوسام الملكي علقتي الصباط وما بقيتي تتقول حتى حاجة. خريتينا كامل ملك الصاحب يا شطارك علقتي وسام بقيتي كتراب في تتراك. في الدقيقة 4:50 مع البيك عنده واحد لابيل قال ليه ما عمرني شتا انا شي لابيل ممسيني فيها حتى واحد. وراها غادي يدق على سامية أقريو ورشيد العلالي بحكم أنهم داروا سطوريات تفاعلوا مع التراك ديال البيك 170 كيلو. هاد النوطة هادي ما عجباتش ديزي دروس. شني كتعمل قصيبش كفرح بطل بزاز لا أقريو واش كدير العلالي تبكرك كاميرا خفية نهارك. في الدقيقة 5:16 قال ليه أنا غادي تجوني بالتهمة ديال بيدو، بحيث أنه قال البيك أنت عقلك صغير شي 16 عام. شنية بيدو؟ جاي من بيدوفيل، هو داك اللي تيغتصب الدراري الصغار. اما بالنسبه لشكون هو دانييل، هو داك الصبليوني اللي كان اغتصب شي دراري صغار في قنيطره وخرج بشي مده قصيره بعفو ملكي. المورال شي بحال والو يسميوني بيدو حيت غنوسع عليك وانت دماغك باقي سيزون صبيخ شي جولك في الاز ديال الكاريير وغدا نخرج بعفو ملكي بحال دانييل. في الدقيقه 5:30 غادي يجبد ليه واحد البلان خامس اللي ما عرفتش انا الصحه ديالو، اللي قال ليه زعما قصير اكازي. في الدقيقة 5:35 كلاش ديريكت لماستافلو هو اللي معروف بالسمو عليه وقال ليه انت راه الحاس ديال البي. في الدقيقة 5:55 هاد النوطة هادي اللي عجبتني قال لي انا ما غاديش نسب ليك والديك وغادي نهبط لداك النيفو اللي هبطتي ليه انت. ما غاديش نبدل امك لباك، ما غاديش نبدل اولادك للفيلة اللي كتنعس حداك. في الدقيقة 6:01 هو هضر على التصويرة اللي هضر عليها حليوة وشحال من واحد ان البيك مصور بسترينغ وقال لي تبادل سترينغ انت ومراتك. ونختمو مع احسن كلاش كان في هاد التراك هذا، هو جاوبو على البلان ديال 3 بوان والبلان ديال 170 كيلو مع البيك. قال ليه ان مرتك هي اللي تتخلص عليك الكرة ومرتك كذا وكذا وكذا، جاوبو بهاد النوطة هادي اللي قال لي انا مرتي تجيب داكشي بدراعها ماشي بحالك انت تتصلي صلاة العصر. هادشي اللي كانت الدراري فهاد الحلقه هادي اللي نتمنى نكون وصلتكم اي شويه من داكشي اللي بغيت يوصل لكم. ديزي دروس عجبني الكلاش بزاف، نتسناو البيك حتى هو يرد. ما تنساوش راه غادي نلوح الحلقه نهار الاربعاء اللي غادي يكون فيها الكلاش ديال البيك وكاع الكلاشات اللي جاوبوا فيهم. كما قلت لكم في الاول هذا كان خاصو واحد الحلقه سبيسيال. هادشي اللي كاين جمجمو بارطاجيو ديروا الاخر في هذا الفيديو هذا بغينا يوصل اكثر عدد من لي في وتابونا بنادم فلاشين. هادشي اللي كاين تشاو اميغوس.